السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الأعزاء. إن لله وإنا إليه راجعون. وفاة الشيخ محمد الشريف. إن لله وإنا إليه راجعون. توفي الرجل الشيخ محمد الشريف مؤسس المغرب ديسكفر. إن لله وإنا إليه راجعون. وقيل عليه أنه عملاق في الأمة، علم قوة الدعاء والتوكل على الله. توفي اليوم وبشكل مفاجئ. إن لله وإنا إليه راجعون. الشيخ محمد كان بصحة جيدة بدون مرض، ولكن الأجل نفذ. إن لله وإنا إليه راجعون. كان شخصا يستغل وقته في قضائه في أكثر مما يهمه وما سيؤدي إلى الخير في الآخرة. سائلين المولى عز وجل له الرحمة، لا نزكي أحدا على الله ولكن نحسبه على خير البقاء لله. إن لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمه ويغفر له، اللهم أمين يا رب العالمين. دمتم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.